لو انت بتتكلم كلام عقل صح، كلام لازم عقل يبقى صح، عمر. لازم عبد الله جمعه وفتوح يبقى هما الاثنين باكين ليفت منتخب مصر، وايمن اشرف يتم ضمه على انه سنتر باك، لان ايمن اشرف سنتر باك جامد، هو بيعرف يلعب باك ليفت. في رايي ان ايمن اشرف احسن و يعني سنتر باك يلعب ناحيه الشمال، يعني ثالث احسن سنتر هاف. بعد انت لازم وانت بتجيب يا كابتن سنتر هافين منتخب، اربع سنتر هافات لمنتخب مصر، تجيب اثنين بيعرفوا يلعبوا شمال كويس قوي واثنين بيعرفوا يلعبوا يمين كويس قوي، بغض النظر عن المستويات، لان ده مركز وده مركز. فانا في رايي ان انت عندك الونش وايمن اشرف، وعندك حجازي، وانا في رايي علي جبر دلوقتي. يعني دول الاربعه اللي تقدر ان انت، علي جبر احتياطي حجازي، وايمن اشرف احتياطي الونش. ممكن بقى لو انت عندك ازمه في القايمه تاخد باك ليفت واحد، ويبقى البديل بتاعه ان ايمن اشرف يبقى موجود. ممكن ان انت تعمل كده لو انت ممكن تشتغل. طيب حسام البدري يعني برضه لازم يديله الكريدت بتاعه، يعني طيب. عمل الميشن بتاعته بشكل كويس، وكسب المنافس اول مجموعته، ما خسرش ولا ماتش، جايب احسن مدرب كويس حسام البدري، مدرب كويس، وبتعرض لحمله يعني شرسه ما اعرفش ايه سببها. لازم نقف جنب المدربين بتوعنا بالذات لما يكونوا بيعملوا نتائج ايجابيه، ولازم يبقى في صبر، لان تدريب المنتخب غير الانديه. المنتخب ده انت اللعيبه بتجيلك في وقت قصير جدا، تبقى محتاج ان انت تتعرف عليهم كويس من الماتشات ومن التجارب اللي انت بتخوضها معاهم. يعني في شخصيات لعيبه مختلفه في الماتشات غير التدريب، حاجات كتيره جدا في المنتخب غير اللي بيحصل في الانديه. كل المساندة لكابتن حسام ومنتخب مصر، والف مبروك، وان شاء الله كمان كاس العالم باذن الله نتاهل باذن الله ان شاء الله. شكرا جميل، شكرا جزيلا، نورتنا، شكرا دايما منور. بشكركم، شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. عايز بطلع في راديو كتير، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله.